كيف شاف المهمة وبعد أخذ الإذن ديال القيادة العليا من أجل الانطلاق ديال التدخل هو الآن في دائما الهدف هو السيطرة على المقتتلين والحماية ديال الرهائن. المديرية العامة للأمن الوطني اليوم تحتفل بالذكرى 62 لتأسيسها، وهي مناسبة نحتفل ونحن الأمنيين نجعلها كعيد ونحتفل بها كرابط من الروابط الذي نجدد من خلاله روابط البيعة والتشبث بالعرش العلوي المجيد، وكذلك محطة نريد من خلالها استحضار كل المعطيات الإحصائية التي تم يعني الوقوف عليها خلال السنة الماضية للدراسة والتحليل وسبر أغوارها من أجل بلورة استراتيجية جديدة تنسجم وتطلعات المواطنين، وكذلك الرغبة الجامحة لدى السيد المدير العام للأمن الوطني من جعل كل الحواضر الكبرى للمملكة حواضر آمنة تنعم بالطمأنينة والسكينة والصحة العامة. معدل الجريمة انقص بواحد صورة متميزة خلال هذه السنة من خلال الاستراتيجية التي رسمها السيد المدير العام للأمن الوطني، والتي تركزت بالخصوص على محاربة وتجفيف منابع الإجرام خاصة الأقراص المهلوسة والمواد المخدرة. يعني من المنابع أصبحت هناك عمليات استباقية تضرب في العمق هؤلاء المروجين الذين يروجون السموم، وبالتالي يخلقون بؤر توتر داخل الأحياء بالمدن الكبرى. إذا دراسة تحليلية أبانت على أن هذه الاستراتيجية يعني محاربة هذه السموم في العمق قلصت بشكل كبير الجرائم، وكذلك أعطت للمواطنين إحساسا بأمن حقيقي في مدينة الدار البيضاء. المديرية العامة للأمن الوطني رأت بأن الجرائم ذات السيبر كريمناليتي يعني المعلوماتية أصبحت تتطور يوما عن يوم، وبالتالي كان لزاما علينا أن نكون أطرا قادرة على مجابهة هذا المد الإجرامي، لأنه يعد جريمة غير كلاسيكية، وبالتالي أصبحت كل السبل التقنية متوفرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني من أجل محاربة هذا المد الإجرامي الذي يتنامى يوما عن يوم. فبفعل الخلية الولائية التي توفر على مدينة الدار البيضاء والخلايا المحلية التي توفر عليها كل منطقة من منطقة الدار البيضاء، يعني 11 خلية بالإضافة إلى خلية جهوية، أصبح هناك تعاون، هناك تتبع دائم، وأصبح هناك يعني واحد تتبع رقمي لكل ما يصدر من خلال لا من خلال مواقعكم ولا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط الاجتماعية الأخرى، يعني أن هناك اهتمام وهناك تفاعل حقيقي للمديرية العامة مع كل ما ينشر، مع إشارة إلى أن كل من ثبت في حقي بأن هذه الفيديوهات أو أن هذه الصور هي مفبركة فبالتالي تطاله يد القانون في الوقت المناسب. بمناسبة فصل الصيف المديرية العامة للأمن الوطني مكنتنا من كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الإضافية لمجابهة ذلك المد البشري في اتجاه شواطئ المملكة. مدينة الدار البيضاء وانطلاقا من مدينة المحمدية إلى حدود دار بوعزة يعني لها إمكانيات مهمة لوجستيكية، فرق خيالة، دراجات اللي هي رباعية، وكذلك عناصر أمنية كفأة قادرة على مجابهة كل ما يقع بجنبات الشاطئ إن شاء الله.